اسمي محمد نايف. حاضنة قطر حققت لنا الحلم وخلته واقع، وطبعا استفدنا من هالتجربة، استفدنا من التعليم اللي أعطونا إياه التيم اللي هون. بالبداية كانت الفكرة غريبة، ما كنا بنتخيل أنه ممكن تصير على أرض الواقع، ومع التجربة الحمد لله صارت واقعية. فأنا أي حدا عنده حلم وبده يحققه حابب أحكي له يجي على حاضنة قطر، لأنه حلمه إن شاء الله هيتحقق بالمستقبل.